تتابع استخدام في الداخل، يعني ستبقى واحد الإدارة مفتوحة اللي متضمنة إلى في القوانين. كاين استمرار الإجراءات الانتقالية للمعتقلين الذين يطالبون بالتقييم عبر اعتداءات متكررة وما تكتفي نهائيا حتى تحقيق هذوك الشكايات وهذوك الاعتداءات وهذاك التقييم. وبلا ما الواقع ديال السجون الاختبار الوضع المزري الى اخره، غادي نولي انا ديال الصحافه. حرية الصحافه كاين منظمه مراسلين بلا حدود عشره المغرب الرتبه 136 كيسلم حرية الصحافه، يعني كاين واحد الاستمرارية ديال الدولة تجني كل إمكانياتها من أجل التضييق على الصحفيين وتركيب التهمة لهم. لما قلنا بما تكون التهمة جالبة، وهو ما عبر عنه تصنيف منظمة فريدم هاوس التي بوأت المغرب الرتبة 174 147 من أصل 94 دولة مما جعل يدخل المغرب ضمن البلدان غير الحرة. كاين استمرار الاعتداءات الجسدية، كذلك السب والشتم في حق الصحفيين أثناء التغطية ديال العمل ديال عموما التغطية الصحفية، اعتقال ومتابعة الصحفيين بدون حجج ديال النزلة والشتم اللي كانت تعتقل في نفس الوقت لحد الآن مازال المتابعة بعيدة التهم. وجبت المبرج لأن تيجي بعد فترة المحاكمة ديالتو في نهار واحد، مرة تلقاها في فاس كاينة في فاس وكاينة وحدة تلقاها في سلا، يعني واحد الانتباه على الحرية ديال الصحافة وكاين بالنسبة للدولة واحد الإصرار وواحد التعنت أمام قرار ديال الفريق الأممي حول اعتقال تعسفي لنقال حسنان مصطفى، اللي فيه كاين مطلب ديال إطلاق السراح الفوري دون قيد أو شرط، ومازال لحد الآن معتقل. ما يعني كاين مجموعة ديال التأسفات ولا الجانب ديال ما غاديش نذكر لأن على الرغم من أن الولايات المتحدة يعني غادا نتابع في المسألة النسبية الحريات، وكما قلت تتقاطع مع الحقوق بل هي تدرج مسألة ديال الحق في الحياة. الحق في الحياة كما حنا عارفين كما تشاهدوا كاين واحد التناقض ديال المس الحق في الحياة. تلمسوا هذه المسألة هذه من خلال سوء المعاملة في السجون ومخافة الشرطة، وكاين الإهمال أثناء الدخول في الإضرابات المحدودة عن الطعام والأخذ والإسعاف، وهذا الجيب هنايا استشهاد ديال مصطفى مزياني وكذلك بعض الصحراوي حسن محضرش النص ديالو الثاني. وكاين واحد اللائحة طويلة عريضة اللي كاين اللي توصل الحق ديالهم في الحياة إما في مخاطر الشهرة أو في السجون المغربية. وكذلك الحق الحياتي الكبرى اللي تنحل في المسؤولية كذلك الدولة هو أثناء الوقت ديال النساء الحوالي تلقاها مازال مصورة في السبيطار ولا تلقاها في السبيطار ولا في السبيطار بواحد الشكل اللي مغري. كذلك انهيارات البنايات السكنية لا يوجد دار بيضاء في الناس، كذلك الفيضانات الأخيرة. وكنا تنذكروا أن أكثر من 60 شخص اللي ضحايا الفيضانات
جميل ان هذا الجثمان ديال المواطنين والمواطنات محلون في شاحنه ديال الحكومه المغربيه. كذلك نتعرف معكم على المساله ديال المدافعين على حقوق الانسان. اللي كاين واحد التزايد ديال تضييق المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان اللي سجلتها في بعض النقاط، كاين توثيق التهم واعتقال المحاكمات. كذلك عندنا ارض التسليم والاستنداد والمنفعات القانونيه، الحرمان من الدعم العمومي والمنفعات العموميه، ومنع ديال الانشطه. وحنا المسافه ديال هاد البلد وزعل الترامي جدا مهمه، انضمام سبعة ميغاوات اللي تقيس هاد المساله ديال التبليغ. انا من باب التفكير كاين هو اللي خدمتها الصحفية اللي مدوتها الجمعية المغربية للإنسان، كذلك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كذلك الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وخدمتهم هذا الإئتلاف الرابعة كان ضمن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اللي هذا الإئتلاف كيضم 22 هيئة حقوقية. وعلى سبيل هذا نذكروا التقارير ديال النشطاء الصحراويين. والمسألة اللي خطيرة في المسألة ديال المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان هو الوشاية الكاذبة. وغادي نجيب هنايا اللي كاينة الصورة ديالهم، وفاء شرف وحسني، هذو اللي تعرضوا للاختطاف، تعرضوا للتهديد، الوقت اللي صرفوا تم الاعتقال ديالهم هي الوشاية الكاذبة. وهنا غادي نفتح قوس الوقت اللي تم الاقتحام ديال مقر الجمعية، مقر مركزي في الجمعية المغربية للإنسان، وتعرضت لهذاك الاعتقال. 8 مارس راسلت وزير العدل وسلمتها تما في الوزارة، وفي لي نهار تعرضت. وهذا جي اعتقلني إلا كانت هذه وشاية كاذبة، لحد الآن ما جاوب ما اعتقل ما حتى شي حاجة، حتى ماشي كنت يقولها هكا ولا هكا. يعني التعاطي المزاجي مع الشكايات، والمفروض أن وفاء لا حسن لأي مواطن بل على أنه تعرض لاعتداء، المفروض أنه تيتم البحث ماشي تيتم الاعتقال. يعني واحد